شوف هالشرقاط العظيم هذا السن عنده حالة طارئة، وين يروح؟ هذا المستشفى ما يقدر حد يفوت. هذا الحي العسكري الأول. هذا أجواء ماركة ريحانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم سنتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة. هناك موظفون في الدولة لا يزالون لم يحصلوا على رواتب منذ أشهر، ولدينا كارثة سنعرضها لحضراتكم في العراق، عراق ما بعد الاحتلال. الوعود الكثيرة التي أعطيت من حكومة ما بعد الاحتلال بالحياة المزدهرة والديمقراطية والرفاهية، الرفاهية في المعيشة. دعونا نشاهد بعد 17 عاما من الاحتلال الأمريكي وقدوم حكومات ما بعد الاحتلال، الأحزاب الدينية تحديدا، إلى أين وصل حال العراقي؟ دعونا نشاهد. يا شيعة، يا حكامنا الشيعة، يا ساستنا سود الله وجوهكم، هاي المرة الكبيرة بالسن تلم زبالة من الصبح، عايشة هنا باعولها ليش؟ الله ما تخافونه ولكم بكتوا البلد كله ولكم هذا حال العراقية تلم من الزبالة. أم عراقية كبيرة بالسن هذا حالها، الله ما تخافوا لكم، إنسانية ما عندكم، غيرة ما عندكم، نخوة عربية عراقية ما عندكم. الأحزاب الإسلامية، جماعة الدين، جماعة العمامة، مع احترام العمامة رسول الله، باعوا الحال، باعوا حال الرعية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتها، باعوا حال الرعية لكم بالزبالة. ساعة 8 الصبح، غيرة ما بيكم، إنسانية ما بيكم، ولكم تشتغلون ذيول عبدة للدول الباقية. هسه لا أقول إيران، يقولون عندها عداوة ويا إيران، كل الدول ولكم ذيول، أنتم عار، ما اشتغلتوا لبلدكم. سود الله وجوهكم ووجوه سياسيينكم وأحزابكم ومعممينكم اللي يقعدون يحجون، ما كل اللي يسمعه يقول من بعد رب العالمين، وهو ذرة غيرة ما بي، نخوة ما بي. عمامة رسول الله بس مجرد فيلم حتى توصلون لغاياتكم. هاي مرأة عراقية كبيرة بالسن، ساعة 8 الصبح بدال ما نايمة بفراشها، بدال ما ريوقها يجيها لفراشها، تدور بالزبالة، ولكم غيرة ما بيكم. من طيح الله حظكم، طيح الله حظكم وحظ إسلامكم وحظ دينكم، وأنا بريء من هذا الإسلام إلى أنتم صدق مسلمين. لابسين عمامة رسول الله وعلي بن أبي طالب، براء منكم علي بن أبي طالب ورسول الله، ما سووا وجه. أنتم مسلمين؟ لا والله مو مسلمين. عراقيين؟ لا والله مو عراقيين. أنتم ذيول، لو أصلكم مو صحيح، لو أصلكم مو طاهر، لأن العراق الطاهر، عفوا، العراق الطاهر ما يسوي وجه. ولكم بكتوا البلد كله، البلد كله بكتوا، ولكم هذا حال العراقي يدور بالزبالة. نطيح الله حظكم وحظ إسلامكم اللي أنتم مسلمين بيه، وحظ أحزابكم وحظ ذيولكم وحساستكم وحظ معممينكم، والله يغسلكم وجه وقفة،
ويومين ثلاثة ونشوف فيكم يوم. إذا بليتوا هذا البلد فالله موجود، وإن شاء الله الله يخلصنا منكم بعوبة الشهداء ودماء الشهداء وهاي الناس الفقرة، الله يخلصنا منكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. شفتوا المقطع وشفتوا المأساة اللي وصلها المواطن العراقي بعد 17 سنة من حكم الأحزاب اللي منها الديني ومنها غير الديني، وشفنا بالنهاية وين وصل المواطن العراقي. هاي حالة طبعا متكررة وموجودة ومو جديدة، مو جديدة، احنا ما بدنا نعرض شيء جديد، هذا الشيء موجود. لكن اليوم بدنا نقول ان احنا الى وين وصل حال العراقي، المواطن العراقي، المرأة العراقية، انه يبحثون في النفايات لإيجاد بعض الطعام للأكل في الوقت اللي المفروض يعني العراق يعوم على بحر من النفط. وين فلوس النفط؟ ما حد يدري. طيب نسمع رأي سيد زيد من بغداد، تفضل يا زيد. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله يا أخي شعلك، يعني رأيي يعني رأيي هاي المليارات اللي جاي تدخل للمراقد وغير المراقد، هاي بالمناطق الشيعية صار له غلط هاي الحالة. يعني احنا مناطقنا مدمرة ما نحكي عليها، بس المناطق الشيعية يعني ما صار بيها لا قتال ولا إرهاب دخل لها ولا فجي. سيد زيد احنا نقول حتى يعني اللي كان دي يتكلم بالفيديو، نعم مثل ما دا تقول في منطقة شيعية يبدو، لكن احنا ما نقول بهاي اللغة، احنا نقول هاي في منطقة عراقية. بالمنطقة العراقية بالعراق دا نشوف هاي الحالات، ما تفرق وين. مو قصدي طائف يعني استاذ محمد، مو قصدي طائف، يعني قصدي على هاي المناطق يعني بها المراكز الدينية هي موازنة ثانية من ميزانية الدولة. نعم. دا تدخل مليارات يعني ببيت المال مع المسلمين مثل ما قال الأخ المسلمين والمسلمين. نعم. يا أخي كان خطأ في تطبيق المسلمين، ما يتحمل ذنب الإسلام. نعم. الإسلام أسمى من هذا الشيء. نعم. يسأل الحاخامات اللي موجودين بالمراقد المقدسة. نعم. الحاخامات مثلا يسألوهم ما عنده تروح المليارات. والفتاوي اللي كانوا يقولون يا أخي مزوجته محرمة عليه إذا ما يروح ينتخب هذا اللص وهذا الحرامي. نعم. فيروح الشعب العراقي يسأل هاي الحكامات اللي موجودة بالمرجعيات وغير المرجعيات، يقولوا لهم طيب. يا حكاماتنا هم دول الأشكال اللي جبتونا إياهم، الله طيب. لا يوفقكم ولا يرضى عليكم مثل ما جبتونا هيك نماذج. أنا أشكرك سيد زيد من بغداد، ويانا أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هاي الاستهلالية بالبناها يعني تدمي القلب. نعم. وتجلد الشعور الإنساني. نعم. ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم. يعني هذه أين الحالة الاجتماعية؟ نعم. هذا اللي يشوفه الآن هل يقول هاي امرأة مواطنة عراقية في بلد نفطي؟ مستحيل. نعم. يا أخي سوونا وضحوكة العالم. نعم. ماكو دولة بالعالم لحد الآن، صار لنا اليوم احنا بحدود 50 يوم ما مستلمين راتب. نعم. هم ظلوا يخدرون بينا. كل ساعة طالع لنا واحد خبير اقتصادي. نعم. اليوم وغدا يا هند، اليوم وغدا يا ابو فلان، اليوم. نعم. وغدا كل ساعة واحد، هذا يجر بالطول، هذا يجر بالعرض، هذا يصيح. نعم. عندنا موارد تكفي لنهاية السنة، طيب ليش ما تعطون الرواتب؟ بعدين يطلع لك الكاظمي لوزير المالية يقول لك اذا ما يمرر قانون الاقتراض ماكو رواتب. نعم. زين بالحالة ايش راح يسوون؟ زين طلع خبير اقتصادي وعضو مجلس نواب واكثر من واحد من دول اللي شويه عندهم صحوه ضمير. نعم. قالوا هي فعلا صحوه ضمير لو مضاربات سياسيه. يأمنون من عنده 500 مليار دولار، يعني نص تريليون دولار. نعم. يقول والاموال المهربه للخارج مسويها معامل في دول عربيه واجنبيه. اي. بحدود 870 مليار دولار. يعني المجموع
تريليون و370 مليار دولار. نعم. بقد كل دول الخليج ونص الدول العربية. وين راحت هاي الفلوس؟ نعم. غير عقارات الدولة اللي باقيها نادي المحافظات. نعم. وبغداد وغيرها. زين، غير ال 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 المنازل الحدودية. غير الكبريت، غير الفوسفات، غير الزراعة، غير العتبات المقدسة والسياحة الدينية والسياحة الآثارية. غير ترانسيت عبور الطائرات. يعني دي أقول لك اليوم طلع تقرير من خبير اقتصادي مو من عندي. من عندهم دكتوراه بالاقتصاد، يقول بس عبور الطائرات على سماء العراق ترانسيت يومية 12 مليون دولار. يعني 15 مليار دينار عراقي يصيحون ما عندنا فلوس. اي دولة هاي؟ وساعة يقول نصوت، ساعة يقول لا نصوت، ساعة يقول تؤجل، ساعة زين. الان العوائل اتدمرت، اغلب الشعب العراقي هو او تقريب بحدود ربعه او ثلثه هو موظفين. والناس الكسبة اغلب اعتماد من موظفين. نعم. قالوا يا بطلعوا شو اسمه، شنو انا اطلع شاي اللي قطعه ونطالب رواتبنا، اسوي اقتحامات على كل المصارف. واجمع كل موظفي العراق، اروح قبل على وزاره الماليه وعلى المنطقه الخضراء، ودقوا سحل بالقنادر وانعشيت بذاتهم. طيب انا اشكرك يا ابو زينب من النجف. هشام من البصره، تفضل. عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله. كل هذه المعاناة التي حصل المجلس 14 عاما منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولحد الان. نعم. يعني التي هذه المعاناة كانت بسبب الاحتلال الغاشم. نعم. اللي جاء من بلد المفسدين، بلد الطغاة، بلد المجرمين الحرب، هم اللي سببوا الكارثة منذ بداية احتلالهم للعراق. نعم. واللي هم جابوا لي هؤلاء اللصوص السارقين يعني. اي. اللي نصبوهم على حكم العراق يعني حتى يزيد العراقيين معاناة شديدة القوة. نعم. أو بحتك لصوص ومخازن هذه اللي ما زالت عن بلد الطغاة اللي نصبتهم على العراق وعلى حكم العراق. جينا حتى يزيد العراق معاناة شديدة. جينا هناك معاناة أخرى. في الأنبار، في الموصل ما زالت حتى الآن مدمرة. نعم. في جانا، في تكريد ما زالت هناك مجزرة منطقة البرحاتية في قضاء بلد سيد حتي. سيد هشام، سيد هشام سيد هشام، حتى بس لنبتعد بالقضية، دا تشوف حضرتك على الشاشة هاي المرية العراقية اللي دا تدور بالنفايات على طعام. الوين وصلوا المواطن العراقي انه يقوم يدور بالنفايات على اكل وهو قاعد ببلد يعيش ببلد بمليارات؟ يعني مثل ما دا يقول ابو زينب، احصاءات قليلة على مثلا الترانزيت الجوي اللي دا يصير بالطيران او المنافذ الحدودية تطبب للعراق سنويا مليارات، وينها؟ هاي غير النفط، احنا دا نحكي على شغلات ما لها علاقة بالنفط. أخويا هذول يعني إذا نجيبها على الأحزاب الحاكمة التابعة إلى إيران، هذه هي اللي سبب هذه السرقات كلها. نعم. المليارات خزينة الدولة من السنوات السابقة ولحد الآن هي سرقت خزينة الدولة ونقلتها إلى إيران. نعم. هذه بسبب الأحزاب وميليشياتها الغاشمة والمجرمة. نعم. هذه هي سبب السرقات هذه، وهي سبب المعاناة لكل العراقيين. نعم. حتى في الأنبار، حتى في البصرة، حتى في حتى مدن العراق. لأن هناك أخويا النوم يطلع لي جون بايدن يريد ينفذ مشروع إنشاء الأقاليم الفدرالية. يعني وين هاي معاناتنا إحنا منذ 17 عاماً وإلا يفعل هذا بمشروع مخزي؟ يعني هذا يجي يدمر بلد، يعني يجيب العراقيين قاطعة من المعاناة. نعم. شلون يصير هالشكل يا أخي؟ ما يصير هالشكل. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موقع الميدل إيست مونيتور قال إن أزمة الرواتب لموظفي القطاع العام في العراق تضع حكومة الكاظمي في مرمى الغضب الشعبي. الموقع أشار إلى تظاهر الآلاف من الموظفين في عدد من المحافظات العراقية لمطالبة الحكومة بدفع الرواتب المتأخرة، فيما أعلن الموظفون في ذي قار إضرابا مفتوحا احتجاجا على تأخر مستحقاتهم. الحكومة خفضت القرار
المعني بالاقتراض من 41 تريليون دينار عراقي إلى 31 تريليون دينار عراقي. عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الجبوري قال بأنه تخفيض مبلغ القرض الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان من 41 مليار إلى تريليون عفوا إلى 31 تريليون دينار عراقي لا يزال غير مقنع للجنة ولمعظم أعضاء المجلس. أضاف الجبوري أن بإمكان الحكومة دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي بقيمة 8 تريليون دينار، وبالتالي لا يزال الفارق كبيرا أمام 31 تريليون دينار، وسيوافق البرلمان على مشروع الاقتراض إلى أوقفت الحكومة مبالغتها بتضخيم مبلغ الاقتراض. يعني باختصار يقول أنه إحنا نحتاج 8 تريليونات، ما نحتاج 31 تريليون اللي الحكومة تريد تقترضه. وين السياسات الاقتصادية اللي صدعت حكومات الاحتلال رؤوس العراقيين بها؟ ووين إعادة أموال العراق المنهوبة على السنوات اللي مضت، الوعد اللي أعطاه مصطفى الكاظمي وللغاية هاي اللحظة ما تنفذ؟ وين السيطرة على المنافذ الحدودية وأموال المنافذ الحدودية اللي تقدر لجنة النزاهة النيابية بأنه قيمة المبالغ اللي ممكن تدخل إلى العراق سنويا من 6 إلى 10 تريليون العشرة مليارات دولار عفوا أمريكي كل عام تدخل إلى العراق من المنافذ الحدودية فقط، هاي غير كثير من الأمور الأخرى التي تدر على العراق مليارات الدولارات سنويا. هذا غير النفط، احنا ما دا نتكلم عن النفط، دا نتكلم على أمور أخرى. يعني العراق يستطيع أن يعيش بلد مستقر اقتصاديا مزدهر بدون النفط، يبتعد عن النفط، ينتج يشغل المصانع ويعتمد على المنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الأخرى اللي تدر على العراق مليارات. نشوف هذا المشهد المؤلم أنه العراقيين وصلوا إلى هذه المرحلة من السوء. من ويانا؟ السيد أبو راشد من عمان، تفضل. هيا لك أخي محمد والمشاهدين المحترمين، طال عمرك. حياك الله. تعليق بسيط على الاجتماع اليوم اللي جرى عبر التلفزيون بين وزير الخارجية العراقي والسعودي. نعم. التبادل التجاري. أها. ومن اللي دمر العراق خلال 17 سنة غير المملكة العربية السعودية؟ نعم. قوات الاحتلال الأمريكي دشت عن طريق عرعر. الآن يسوون تبادل تجاري بين العراق والسعودية. نعم. هذا يزيد سؤال بس. سيد أبو راشد، سؤال لو سمحت، فقدنا الاتصال. طيب نأخذ السؤال ونطرح على المشاهدين الكرام. مين طرح موضوع التبادل التجاري؟ ونسمع هاي الجملة كثيرا، التبادل التجاري بين العراق وإيران، بين العراق وتركيا، بين العراق والسعودية. هسه بالجديد هو العراق شو عنده حتى يصدر؟ ماذا يملك العراق للتصدير غير النفط؟ شو عند العراق؟ شنو نوع التبادل التجاري اللي دي يصير المفروض أو المفروض يصير بين العراق وبين أي دولة جارة؟ يعني شنو نوع التبادل؟ الاستيراد، الحكومة والحكومة في بغداد والجانب الإيراني يتحدثون عن 20 مليار دولار سنويا يدفعها العراق إلى إيران لاستيراد منتجات بين غذائية وغيرها، وأيضا المبلغ كبير جدا مع تركيا. والآن أكو خط تبادل تجاري بين العراق والسعودية، شنو نوع هذا التبادل؟ ما الذي يملكه العراق للتصدير؟ هذا هو السؤال. عندنا السيد أبو علي من واسطة، تفضل. مساء محمد، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهورك الكريم. مساء النور. أهلا وسهلا. كل شيء ما يملك. هو ما كل شيء يقول مثلا التبادل الإيراني، ما أتذكر أنه راح الكاظمي وصعد يصعد التبادل إلى 20 مليار دولار. هذا معناه أنه إحنا نشتري من إيران 20 مليار دولار. نعم. كذلك اللي يسوون السعودي نفس الشيء من تركيا. يعني إحنا هذا قاعدين نهدف العملة الصعبة. نعم. برا البلد. يعني بدل إحنا نقول نعقد معاهم استثمار عندي، مو في تبادل تجاري وياي. طيب. أنا لازم تستثمر عندي. أي. بس استثمر مو استثمار الأحزاب الموجودة حالياً. أنا أول مرة أسمع بالعالم أستاذ محمد. نعم. واحد يجي من برا يستثمر عندي أنطي قرض، هذا شلون؟ أي. لعد المن جاي. غير يجي حتى هو يجيب فلوسه. صحيح. ويشتغل عندي. أنا أفرض على إيران وأفرض على السعودية وأفرض على تركيا، أنتم تبدون 20 مليار استثمروا ب 20 طيب مليار. طيب إحنا بعيدا عن هاي النقطة. نعم. إحنا نسأل طبعا. هل البيئة
في العراق بيئة صالحة لجلب المستثمرين الأجانب؟ يعني البيئة الأمنية أو الناحية الأمنية جاهزة بالعراق لتوفير حماية للأجانب اللي جايين يستثمرون بالعراق؟ هل البيئة الاقتصادية بالعراق جاهزة للاستثمار الأجنبي؟ أنا راح أخذ مثل ما قال الأخ أبو راشد اللي هو عم اتهم السعودية. نعم. يا إيران أنتم استثمروا مناطقكم الميليشيات اللي مسيطرة عليها. نعم. وغير أن رئيس وزراء ما أقدر عاجز استثمروا بيها وأريد بيها تبنوا المصانع. يعني هم ميليشياتكم اللي تحميكم. نعم. وتركيا نفس الشيء بالجماعة أنتم يعني اللي هم مرامين لكم. طيب. والسعودية أنتم نفس الشيء. طيب. بس على شرط أنه لا أبو ميليشيات السعودية تحتج على إيران ولا جماعة السعودية يحتجون على السعودية وغير يعني بيناتهم الإكس هذه معكم. طيب سيد محمد احنا تدري شنو ينقصنا سيد محمد؟ أي. ينقصنا الراصد. يعني أنا من يطلع عضو مجلس نواب أو وزير ويصرح أنا أخذ تصريحة عندي ومن يحكي لي مرة ثانية بعكس تصريحة أقول له تعال أنت صرحت بهذه أحاسبك. هذا اللي احنا فاقدينه بالعراق. هذا تسمى سيد محمد العفو أنا ما أعلمك ولكن بس أستوضح الأمر أنه هذا اسمه الشفافية. يعني بيجيني وزير المالية يقول أنا إذا ما انطيتوني القروض الداخلية والخارجية وافقت وترى ماكو رواتب. زين ومشى شهر الرواتب. تعال هذه فلوس أنت منين جبتها؟ نعم. شلون تصريحك الأولي؟ زين أستاذ محمد أنا حسب رأيي أقول القرض الداخلي شنو معناته؟ معناته غسيل أموال. الأحزاب هذه اللي باقت من البلد ونهبت البلد تنطيها على شكل سندات للبنك المركزي وصارت الأموال حقيقية. يعني الحرامي صار اليوم صاحب مال. زين القرض الداخلي غير تقول له تعال يا بنت هاي فلوسي منين جبتها؟ نعم. بعت بيت، بعت ذهب، جيب لي وصولات، خلينا استرسل فلوسك منين جبتها اللي نعم. انت؟ نعم. زين انت زين الى متى تظل تستقرض بس؟ انا يعني صح انا اقول المواطن يحتاج رواتب، لكن انا يعني ايش وقت انت تقول لي يعني القرض هذا يدر عليك اموال؟ اذا انت بس تاخذ فلوس وتنطي رواتب بعد تسوي بعد شنو؟ شنو اللي انت تشتغل عليه؟ طيب. سيد أبو علي أنا أشكرك وصلت فكرتك، شكرا جزيلا من واسط أبو علي. ويانا السيد فلاح من صلاح الدين، تفضل يا فلاح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد. أنا فلاح من صلاح الدين أحكي وياك من مخيمات السليمانية. نعم أستاذ محمد، أريد من وقتك خمس دقائق لا أكثر. يعني تفضل واختصر ايش قد ما تقدر إذا تقدر. أستاذ محمد احنا نازحين من 2014 في سليمانية، بهاي الآية صار لنا 6 سنين احنا بسليمانية. نعم. انتم من يا منطقة من صلاح الدين؟ انا من ناحية يثرب. يثرب نعم. جي احد من مسؤولين وجي هنا زارنا، ما اريد مو بحالة ما اريد، ماني شغلة فلوس ما فلوس قضائية ما اريد. طيب. مصطفى الكاظمي يزور اربيل وسليمانية ويفوت من قدام المخيم مال السليمانية في عربد. نعم. اقسم بالله ابو التاكسي راكب ويا يقول لي شعجب ما جي عليكم وزار مخيم اربيل وما جي عليكم. نعم. شنو انا على شنو عراقي يعني؟ على شنو عراقي؟ ليش هو خير العراق قليل؟ استاذ محمد اريد احلفك بضميرك. نعم. خير العراق قليل؟ لا مو قليل، لا. يعني تالي ما تالي العراق يبقى يشحذ من غير الدول الذي كانوا يبيعون تنك. تقبلها انت؟ تقبلها بالصلاح الدين؟ لا ما جو خيمه صار 6 سنوات وهو شادر هو شنو ترى كله انا قاعد جوا 6 نفرات قسما بالله حتى دقيقه اريدها ما تمطر استقل عماله واروح اجيب شادر واحط فوق الخيمه امتي لا تنقط علي. ليش؟ ومنطقتي مفتوحة بس ما يريد لي 1.5 مليون أشيل منه أنقل قراضي إلى بيتي، بيتي مفلش ما أريد أبني هناك قرفة وأقعد بيها. نعم. مو المفروض هاي الفلوس توفر لك يا الحكومة؟ الثالث هو أبو الحكومة الرئيس مالي الرئيس بات بعد 4 مترات من قدام المخيم. يعني نعم. ما عندك عيون وشوف؟ نعم. يعني عيب اني انت الرئيس مالي. يعني الزور اخوتنا الكراد وما تقدر تمر هنا على المخيمات مال السليمانيه. نعم. حقي لو مو حقي، انا مواطن عادي لا صحيح. املك ما صحيح. املك غير بس رحمه الله ونعم وعندي رحمه الله فوق الكل. نعم. بس الرئيس يحط الله بين عيونه استاذ محمد. نعم.
هاي المفروض. هاي المفروض. ليش 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 مخيم ليش مخيم أربيل زوره ومخيمات السليمانية ما زوره؟ شنو السبب؟ يعني طيب. نشحذ من عندك؟ والله ما نشحذ من عندك، صبرنا صار 6 سنين وقعدنا وحملنا البريد وحملنا الحار وكو بعض عوائل تخلي ابنها بالخيمة وتروح تملى تجي تلقى الخيمة محتلقة وابنها داخل الخيمة بس كاروك، قسما بالذي رفع السماء بلعم شلته بيدي ومحترق رايح محترق من سبب الخيمة واندفن بملابسه على احترق بهن. لعد انا مواطن على شنو مواطن؟ انا مواطن انت مواطن من العراق، واقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله استاذ محمد لو صايرين دواعش صدق كان حتى احنا مناطقنا بس شفنا بريال مشكلته بقشره. طيب انا اشكرك يا سيد فلاح من صلاح الدين، الله يكون بعونكم، ونتمنى هذا الصوت يوصل للكاظمي. هذا مواطن عراقي يقول لك انت تمر من قدام المخيم مالتي وما تكلف خاطرك توقف تشوف حالنا. وطبعا هاي كثير من المخيمات تتمنى مسؤول يجي يوقف على حال المواطن العراقي بالمخيمات ويعمر المنطقة المنكوبة ويعيد النازحين إلى مناطقهم. أصلا لو بيهم مسؤول قادر كان فتح جرف الصخر ورجع ناسها اللي مانعتهم الميليشيات. مبنى المباني المدمرة الجانب الأيمن من الموصل وصل أكثر من 90% دمار. وين فلوس مؤتمر إعادة إعمار العراق اللي صار بالكويت؟ وين المشاريع اللي هذا المؤتمر اللي صار عليه ضجة إعلامية ضخمة؟ هذا صار لسنين المؤتمر، ولغاية اللحظة العراقيين بعدهم مهجرين. عبد الله من بلجيكا تفضل. سالم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سالم محمد تفضل. هاي هذا الفقر والبؤس اللي بالعراق اللي يسرقون الأموال مال العراق والدول إيران والميليشيات. سالم محمد الرجل الإنصاف من عندك؟ الشيوخ الفلوجة والأنبار ما باقوا فلوس الجنوب مال النفط، مو سني صدام يعطيهم ابن كثير، مو يعطيهم الأموال، مو لا قول بس قول لهم بس اريد تحكينا بالإنصاف. انت تريد ترجع للنظام السابق؟ لو بدنا نحكي احنا اليوم بوضعنا الحالي ما يصير تنسل هذول منين ناخذ الفلوس منين ابو منين سيد عبد الله. سيد عبد الله احنا اليوم بدنا نتكلم بعراق بعد 2003 لو بدنا نحكي عن السابق ما يصير سيد عبد الله. سيد عبد الله ارجع واحكي ارجع واسال ارجع واسال ارجع واسال ارجع واسال ارجع واسال هذا السؤال. اليوم بحلقتنا بدنا نتكلم عن العراق بعام 2020 لو بدنا نتكلم عن العراق قبل الاحتلال؟ جاوبني على هذا السؤال لو سمحت. اتكلم على كل اللي يبقى. لا 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 تخلط الامور، لا تخبط شيء بشيء. اسمح لي انا اعرف انت ايش تريد، وانت مو اول مره تشارك ويانا سيد عبد الله مو اول مره تشارك ويانا وتثير فتن وتقطع علي. اي طبعا اقطع عليك وهسه اقطع عليك. انا اشكرك وهسه مقطع عليك. عبد الله من بلجيكا مو المره الاولى اللي تشارك ويانا وتثير فتن، وانت تعرف كل الزين انه موضوع الحلقه اليوم عن عراق 2020. النظام السابق والشيوخ اللي موجودين به اللي من الانبار وغير الانبار ومن الجنوب ومن الوسط بالعراق ومن شمال العراق، بهم الصالح وبهم الطالح، بهم الفاسد وبهم الشريف. وهذا مو شيء جديد انت تقعد تقول لنا شيوخ الانبار وشيوخ ما ادري منو اخذوا. لكن كلمني، واللي مدى افهمه منك انه هاي اكثر من مره تتصل بالقناه وتتصل بالبرنامج وتعود الى هاي السيناريوهات، شيوخ الانبار وشيوخ كذا وشيوخ كذا. والعراق بعام 2020 ما بي كهرباء، بعام 2020 مياهها ملوثه، بعام 2020 نظام الصحي منهار، بعام 2020 بزمن التطور الحوالينا بدنا نشوف انه العراقي او العراقيه دا يبحثون بالنفايات عن طعام. وحضرتك قاعد ببلجيكا بلد امان بلد متطور، ليش ما ترجع بلدك لما تقدر او ما تريد؟ وكل اللي طلعوا نفس السبب، يا مهدد يا اما ما يقدر يعيش بهذا البلد. الوضع مأساوي. تجي تقول لي العراق الشيوخ وبزمن صدام وباقوا فلوس وباقوا كذا، بزمن صدام وهسه وبعد حيظلك الحرامي ويظلك الفاسد ويظلك الشريف والوطني. طيب من ويانا؟ السيد ابو محمد من السماوة تفضل.
عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يخليك، تحيه لك ولقناه الرافدين البطل. حياك الله استاذ محمد. بالنسبه للوضع الاقتصادي اللي مر به العراق حاليا هذه الفتره، تاريخ العراق كله ما مر العراق بهيك مرحله، وانه تاخر بالرواتب يصير ويصير هذا الحال. صحيح. من تاريخ تاسيس الدوله العراقيه سنه 1920 وحتى هذا اليوم العراق لم يشهد تاخر في تسديد رواتب موظفيه والعاملين الموجودين في القطاعات الحكوميه. طيب. فالعراق مر بظروف صعبه هواي، يعني مثلا احنا فتره الحصار، فتره الحصار العراق كان مغلق ولا صدر نفط ولا ونفرض عليه حصار جائر خلال 48 ساعه، وما مر بهيك ظروف ولا تاخرت الرواتب ولا صار عندنا تلوث، مع العلم انه ما كان عندنا تصدير للنفط. طيب. هسه العراق ضر 2003 يعني هو هذا السؤال، هو هذا السؤال. نعم. العالم كله مساندك والعالم كله داعمك. نعم. اقتصاديا وامنيا وعسكريا. نعم. وين الفلوس؟ الفلوس وين جاي تروح؟ ما نعرف يعني ايش قد. وحتى تصدر لنا النفط هسه صار اكثر من قبل، يعني اذا اريد نقارن. نعم. صحيح. قبل 10 سنوات. فهذه الفلوس وين تروح؟ انا من رايي انه هذا سيناريو من السيناريوهات اللي وضعته امريكا بالتعاون مع ايران، انه شلون يخلون الشعب العراقي دائما مشغول بامور ثانيه. نعم. ويعتقدون انه امور تصير هي ما موجوده اساسا بالحقيقه على ارض الواقع. نعم. هذول القائمين على هذا الامر اللي هم رجال ما يسمى برجال السياسه اللي يجون من الخارج، هم يفتعلون هذه السيناريوهات بتوجيهات. نعم. من مخابرات الدول اللي كانوا بها هم يعملون هناك. مصطفى الكاظمي يبتدع هاي الامور بين فتره وفتره. حتى اولا ينشغل الراي العام والشارع العراقي عن المظاهرات. نعم. وبتبدا الناس تبحث عن خبزتها وتنشغل بامور الاقتصاديه وثلته بغير امور. نعم. حتى يشغلون الناس يبعدونها، هم يعرفون شلون يداومون القضيه. فهذا الامر يعني توجيهات ايرانيه. نعم. اذا انت برايك انه اللي دي يصير هسه من عمليه سلب لاموال العراقيين وسرقه، انه هاي كلها. نعم. خطه موضوعه مرسومه انه بوقو بشكل منظم. نعم. اولا سرقه، هم يحققون عده غايات مو غايه واحده. وثانيا الفلوس ترى موجوده استاذ محمد. يعني لا يخدعون الناس، والناس لا تنخدع بهذه الكذبه انه ماكو فلوس. شنو ماكو فلوس؟ وين هالعدد؟ ليش يريدون يدينون؟ ليش يريدون يقترضون؟ ليش يريدون يحملون اجيال العراق الجايه فوائد ديون ماخذيها وقروض؟ حتى يسرقون استاذ محمد، حتى يصير لهم طريقه للسرقه. ما باقي عندهم غير بس الاحتياطي الموجود بالبنك المركزي العراقي. بداوا يطاولون عليه شوي شوي، يمدون ايديهم ياخذون هاي الفلوس. حتى يعلنون افلاس الدوله العراقيه رسميا، من يمدون ايدهم على الاحتياط يفلس. بالضبط. وانا اقول لك العراق راح يفلس خلال هاي السنه او نهايه هاي السنه او اللي بعدها. زين هم هسه فكروا بس لدين الشهرين او الثلاثه. الله يستر. ال 21 شلون؟ تمام. انا اشكرك سيد ابو محمد من السماوه. خلينا نروح الفاصل قصير ومن بعده نعود مشاهدينا الكرام. ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بيد العراق. تجي تفتح رواتب، نعطي في حدود 4.5 مليون رواتب موظفين، 1.5 مليون مال متقاعدين، تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100,000 امراه ارمله، بطاقه تموينيه، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هاي الفقر هم كذبه. احنا هسه قاعدين نشتغل، احنا بالعرفانة حتى نطلع العيشه، يعني علاقه نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانة يومين نطلع 7,000 دينار، نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون. واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار، ونودي زلم الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا.
أبكي على مدرستي وأدور أنا عيشة. هذا فقرهم كذبة. بعد أن تهمشت وسلبت حقوقنا من قبل الحكومات السابقة ومنذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، وبسبب الوعود الكاذبة والظلم والتهميش المستمر من قبل الحكومة الحالية، وعليه تم إصدار هذا البيان من قبلنا، والذي من خلاله نود أن نبين لكم النقاط الآتية. أولاً، إلزام الحكومة الحالية بتوفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا تجمع وطن والمهندسين المعتصمين أمام النقابة العراقية، والناتجة عن درجات الحذف والاستحداث المتوفرة لهذه السنة، واستثناء من ضوابط التعيين وكلا حسب تخصصه في وزارات الدولة ومؤسساتها. ثانيا، في حال لم تكن هنالك استجابة جادة لمطالبنا، ستكون لنا خطوات تصعيدية مغايرة لوقفتنا هذه، ولن نتوقف عن ذلك حتى تحقيق ونيل المبتغى، والله ولي التوفيق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم نستمر بالحديث عن الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها العراق ووضع مأساوي يعيشه العراقيون، نسبة كبيرة تحت خط الفقر. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخر تحدثت أن الفقر في العراق، مستوى الفقر قد يطال 40% من سكان العراق، ولجان حكومية تقول لا 50% تحت خط الفقر في العراق. إلى أي وضع مأساوي أوصلت حكومات الاحتلال العراقيين؟ واليوم نشوف هذا المقطع، نتمنى تعيدوه يعني طلعونا إياه على الشاشة. هذا المشهد مشهد متكرر، مو جديد مثل ما قلنا، لكن هذا المشهد نشوفه يوميا، وحتى يشوف اللي بعده عنده أمل أنه هاي الحكومة ممكن تسوي شيء، وأنه حكومات الاحتلال ممكن تصلح، وأنه الانتخابات اللي جاية اللي ضمن أحزاب السلطة ممكن تطلع الشريف الوطني. شوفوا ذول 17 سنة كم حكومة اجتي وكم مليار دخل إلى خزينة الدولة، وهذا حال المواطن والمواطنة العراقيين. نور من ميسان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عن هساي الفقراء والمساكين وين تروح؟ لا رواتب لا هاي، بطلعهم نعم. بالفلوس والله خطية. نعم. هاي ما يتم الجوع الناس، شنو ذنبه؟ نعم صحيح. اي والله العظيم اثر الخزينه ما يطلعون ما فلوس، ما يقولون من هاي الفلوس. انا صار فقره شيء تبيع شيء تسوي. نعم اي والله، انا اشوف الفلوس يطلعونها حد الرواتب، ماكو موظفين، شنو الذنب؟ طيب اقل ابسط شيء، وين البطاقه التموينيه؟ وين مواد الحصه التموينيه؟ كل شيء ماكو، والله كل شيء ماكو، كله مشترى. اثر رئيس الكاظم سوى البلد. نعم ماكو يعني يجي رئيسي، ما أدر والله، يجي يروح وزير ويجي وزير، ما نتين عندهم أي شيء. وش يقدمون لما يروح وزير ويجي وزير؟ كل شيء ماكو والله. نعم أنا أشكرك يا نعم. وصلت فكرتك نورة، أنا أشكرك من ميسان، شكرا جزيلا للمشاركة. أبو أحمد من الرمادي، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي عزيز؟ حياك الله، أنا وسهلا. أخوي عزيز، هو برنامج حلقة برنامج اليوم عن رواتب الموظفين، الأزمة الاقتصادية بشكل عام. نعم. عفوا، نعم الأزمة الاقتصادية. نعم. إحنا بالنسبة للأزمة الاقتصادية هي بالعراق، هي بال 2017 بالحكومات، يعني الحكومات المتعاقبة اللي بدت من 2005 إلى 2003 العفو. نعم. لحد يومنا هذا. يا حكومة اللي هي نقول هيئة للشعب عيش كريم او وظيفه او عمل، يعني بالعكس زادت الطين بله، يعني نعم. الفقر يوم سنه عن سنه يزيد، يعني نعم. ما يزيد 110 الف، لا يزيد مليون مثلا، مليون نعم. يعني انت تتصور وتعرف، لازم عندكم المعلومات وال هاي عن الفقر وعن البطاله. احنا حاليا
في العراق نعم لا يوجد حل، يعني ماكو حل للعراقيين، يعني خلي يكون في بالهم بالذات الموظفين اللي هم هسه منتظرين الرواتب تجي، هم من أسوأ إلى أسوأ، يعني هذا الشهر انصرفت، احتمال الشهر الجاي يقول لك تنصرف احتمال بعدها شلون؟ صحيح. الدولة معتمدة على شيء واحد وهو النفط. زين أكو معامل متوقفة، مصانع توقفت من حكومات المتعاقبة وبالذات حكومة المالكي اللي هي سنتين اللي وقفت تماما أي معمل أي مصنع أي شيء داخل البلد، يعني يكون شيء يعني شلون تقول مستثمر يعني شيء ينتج وقفه لأجل شنو؟ لأجل إيران، لأجل مكاسب خاصة أحزاب. يعني أخوي العزيز العراق ماكو بحل، واني دا أوصي رسالة للموظفين دولة كل ككل كان أجهزة أمنية ولا دوائر مدنية حسوا بالناس الجوعان اللي طلعت مظاهرات وانتوا سحبتوا نفسكم، يعني أنا مو مشتفي مو اشتفاء بيهم أخوي العزيز، أنا هم موظف وحالي حالهم، بس دا أحكي عن الكل يعني بدون استثناء، حتى تشوفون معاناة الناس اللي ماتت جوع حولها بالسنين اللي مضت بدون رواتب، بدون أحد لا يعتني بيهم، بدون أحد منظمات أو أي شو أي دولة يعني انتبهت عليهم حتى يحسون بالفقير. شوفوا الناس، يعني المفروض هسه حاليا انتفاضة شعبية كاملة. أخي العزيز ماكو حل، ماكو حل، يعني أزمة بعد أزمة من سيء إلى أسوأ، ماكو حل هذا البلد. ماكو حل إلا الخلاص، إلا الخلاص من هاي الأحزاب القذرة اللي إجت من أمريكا ومن إيران. وهذا البلد والله العظيم ما تقوم لقائمة إلا ما أشاء ربي. طيب يعني سيد أبو أحمد سؤال، الموظف اللي راتبه متأخر ليش ما يضرب عن العمل ويعتصم ويسوي يعني ابتعاد أو توقيف للعمل بالمؤسسات الحكومية؟ يعني ليش ما يتبعون هاي الخطوة؟ ليش بعدنا دا نشوف أنه دا يريد راتب بس من ينطون راتب يرجع يشتغل؟ طيب ليش ما يكون أكو إضراب حتى يشيل حركة الدولة وفعلا يكون أكو تغيير؟ أخويا هذا تعود، شوف هذا الموظف تعود على شيء اسمه راتب. شوف ما اعتمد على شيء ثاني، يعني شلون نظام الدولة أخذ نظام الدولة اعتمد على النفط وما اعتمدت على شيء ثاني، هذا الموظف كذلك ينتظر آمال يتأمل، لكن هو إذا يشوف يعني لازم يكون إلى إنتاج ثاني مثلا عمل ثاني ينتظرون شيء أحلام، يعني ما أعتقد يعني أكو حل، يعني ما أعتقد. وأكثر الموظفين يعني حشى الناس اللي يعني نظيفة واللي ما مدت إيديها، أكثر الموظفين ما عايشين الرواتب أخوي العزيز. أنا أعرف اللي هاي اللي أكثر الدوائر عايشة على الفساد، على الرشاوي، عايشين على الرشاوي. يعني هسه أعرف موظفين يعني إذا يتوقف راتبهم من نوب سن ثلاث سنوات عندهم ماكو مشكلة، ليش؟ عايشين على الرشاوي. هو ده أقول لك بلد فاسد، بلد مؤسسات فاسدة. يعني يعني ماكو شيء رادع لهذا الأمر، يعني يعني قلت لك من سيء لأسوء أخوي العزيز. يعني أنت تسألني وأني دا أحكي لك مو مرتبك، وإنما الحرقة اللي موجودة بصدري دا أشوف شيء صحيح. بعد راح يجي والله العظيم، يعني ماكو شيء حل بعد حل يعني اليوم دا نشوف عراقيين وعراقيات يبحثون بالنفايات عن طعام، جوز باكر عقبة حتى بالنفايات ما يلقون طعام. والله يا أخي هو إذا ماكو فلوس حتى نفايات ماكو ما تصير نفايات، يعني أنت إذا ماكو استهلاك، يعني أنت إذا شعب ما يستهلك وين تصير نفايات؟ يعني خلي في بالك هم الموظفين نفسهم هسه حاليا الموظفين حتى الرشاوي بعد ما يحصلونها، ليش؟ لأن يعني هو اللي يريد يجي يقدم بعد على وظيفة بطل يقول لك إذا هو الموظف بعد ما يستلم راتب أنا شنو بعد أروح منطقة رشوة؟ زين فأنا إذا أوصلهم رسالة من خلال برنامجكم أقول لهم كافي، حسوا على أنفسكم، لا ظلون ضيعين ضمائركم وعقولكم، هاي حكومة تافهة اللي إجا بيها هذا الشيطان الأكبر هو هذا الكاظمي اللي خلوه حيلة على الشعب يضحك على ذقون الشعب وما أقول انتهت الثورة. أنا أشكرك سيد أبو أحمد من الرمادي، شكرا لك. عمر من سامراء تفضل يا عمر. عمر من سامراء السلام عليكم.
تفضل يا عمر. شلونك عيني؟ الله يسلمك حياك. شلون صحتك؟ الله يبارك بيك. الله اقول لك الغالي يا الغل. السلام عليكم شلونك عيني؟ عمر نص صوت التلفزيون يا عمر. اقول لك الغالي الغذائيه يعني حد شنو نسوها شنو؟ انت المواطن وانت العايش بالعراق قل لي شنو وضع الغذائيه؟ حياتي لا غذاء صار 4 أشهر 5 أشهر لا وزعوا غذائيه لا وزعوا شنو؟ يعني شنو اللي يضحكون علينا شنو؟ انت شو تقول؟ والله اقول عبالك ناسي حتى اذا ناس الشعب العراقي اذا الشعب العراقي ناسي. نعم. انا اشكرك يا عمر من سامراء. اخر المتصلين ابو سجاد من الموصل، تفضل يا ابو سجاد. مرحبا استاذ. حياك الله. استاذ على مود الرواتب. اي. مع المعلمين ومال ال نعم. ابو سجاد نص صوت التلفزيون لو سمحت. ابو سجاد اسمعني من التليفون ارجوك. ومال الموظفين ماكو رواتب. اي حبيبي اذا ما يخلي يشتلون توالاتهم يرحلون على غير دوله. نعم نعم. يبقى هذول اذا ما يصرفون لا ما يدبرونها يخلي عقوله اكو. نعم. غيرهم. نعم. اكو وطنيين. ابو سجاد انا اشكرك وصلت فكرتك شكرا لك. نقرا سريعا ما ورد من رسائل. ابو محمد من ولايه فيرجينيا في الولايات المتحده يقول السلام عليكم، تحيه الكادر قناه الرافدين. يقول غسيل الاموال في العراق يسمى استثمار. العصابه التي تحكم العراق تم الاتيان بها ليكونوا منفذين لاجندات وضعت لتحطيم العراق، ومثل ما نقول بالعراقي اطلب الحاجه من اهلها. هؤلاء الشراذم وصلوا للحكم ببيعهم العراق لاعدائه، فكيف تطلبون منهم ان يلتفتوا لمعاناه الشعب؟ ابو محمود من الرمادي بعد السلام يقول نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين من سيطرة الرزازة. رسالة من فاتن من ألمانيا تقول بعد التحية والسلام، الحكومة الفاسدة مثل الكاظمي وأمثالهم خلي خالي هم لا يأخذون رواتب. أشو سيدة فاتن أنا ما أفهم شو المكتوب، أعتذر عن قراءة الرسالة. آخر رسالة من أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام، العراق سفينة في محيط العالم الغربي أو العربي تايه بدون ربان، ماذا تترجى من هذا المحيط؟ سوف يبتلى هذه السفينة على يد هؤلاء الفاسدين السراق. أني أشكر الجميع. قبل الختام نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نلقاكم بإذن الله.